نستقبل مكالمة هاتفية أخرى. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا. مرحبا بك بثينة في أبو ظبي. نعم، مرحبا بك بثينة في أبو ظبي. يعيشك، بارك الله فيك. شكرا. الأخ تونسي؟ نعم، هشام دمرجي. نتشرفوا لأنه من اللهجة التونسية. نعم. تفضل، معك الأستاذ دوريد لحام. مرحبا أيضا أستاذ دوريد. هلا عيوني. واسمح لنا أن نستمد بعض الصراحة من محبتنا لك ولأعمالك الفنية. يخليه. يقال، وهذا رأي شائع وليس رأيي الخاص، أنه كلما ارتبط اسم دوريد لحام بمحمد المغوت الشاعر الكبير والمسرحي الكبير، كلما ارتفعت قيمة الأعمال المسرحية والفنية التي يقدمها. وبالتالي يجرني الافتراض هذا والرأي هذا إلى سؤال حول فكرة اعتزالك. نعم. قلت أنك ستعتزل المسرح. نعم. هل يعني ذلك اعتزال المسرح نتيجة لاعتزال النص، لغياب النص، لغياب محمد المغوت في النهاية؟ لا عيوني، لا أخي الكريم، يعني بالتأكيد كل إنسان له حضوره وله أسلوبه وله شخصيته، وبالتأكيد الأستاذ الكبير محمد المغوط بكن له كل محبة واحترام، وإن كان يعني مش عم نتعاون مع بعض هلأ، بس هذا لا يعني أنه هو السبب. السبب أنا مثل ما أسلفت قبل شوي، الحقيقة الجهد العضلي والفكري والنفسي الكبير لدي على المسرح يلي أنا ما عش قادر عليه. والشيء الثاني أنه أنا في كتير من الناس لما شاهدوا صانع المطر، وبعضهم كرمني كتير وقال لي بنعتبرها من أفضل أعمالك، فأنا خفت من أني أقدم على خطوة أخرى وقلت لا أتوقف، والناس عم تقول من أفضل أعمالي أحسن ما غامر بعمل آخر، تماما مثل ما صار مع الأستاذ عاصي لما كان يخاف لما ينجح له عمل مسرحي. هذا السبب فقط. أستاذ دوريد، هذا ما يجرني للحديث، ليش تعاون ما عادش قايم مع الأستاذ محمد المغوط؟ والله عيوني، لك في يعني بيني وبين الأستاذ محمد المغوط منفكر بنفس الأسلوب بدون شك، وأهم ما منفكر فيه أنه منعتبر أنه الوطن إنسان قبل أن يكون الوطن جغرافيا. يعني الوطن مش جبل ولا نهر ولا صحراء ولا لا، الوطن إنسان قبل كل شيء، وهو اللي بيعطي للأشياء عظمتها ومعانيها. يعني مثلا بقول جبالنا الشماء، جبالنا الشماء، ما فيش جبالنا الشماء بدون إنسان أشم، هو اللي بيعطي للجبل شموخه وبيعطي للأشياء عزمتها، لأنه بدونها بتصير صخور ملهاش قيمة. حتى مشان الوطن علاقة، العلاقة بين إنسان وإنسان. يعني أنا مثلا شو بيجعلني لاقي وطني أجمل وطن، مع أنه هو من الناحية الجمالية قد يكون أقبح، قد يكون يعني أكيد سويسرا أحلى من سوريا مثلا، قد تكون أكيد سويسرا أحلى من اليمن مثلا، لكن ليش بلاقي والله سوريا أجمل وطن؟ ليش بلاقي الأخ اليمني اليمن أجمل وطن؟ نتيجة العلاقة. هلا جيبوا واحد من ساكن بصحراء بخيمة، حطيه بلوزان بسويسرا بأعظم أوتيل وأعظم سويت، بتلاقي بضوج بعد فترة وبقلك لا برجع على الخيمة، لأنه مش لأنه الخيمة أجمل، بس لأنه العلاقة بينه وبينها شكلت وطن. وهون من هون الواحد بضحي مشان وطنه، بضحي مشان هالعلاقة. وإلا إذا كان الوطن فقط أرض وجغرافيا كان بيدور على أجمل وطن، على أجمل بقعة وبيقول هذا وطني، مثل اللي بيحب واحدة. أنا ليش الواحد بلاقي حبيبته هي أجمل امرأة في العالم مثلا؟ لا، نتيجة العلاقة بينه. ليش الأم بتشوف ابنها أحلى ولد؟ هلأ خلي واحدة أم عندها ولد معاق لا سمح الله منيح، أو ولد بشع، وقولي لها خدي هذا مارلون براندو أو جيمس دين خدي وعملي ابنك بدل هذا، تقلك لا، بتشوفه أجمل ولد. أنا أمي بتشوفني أحلى شاب، مع أني أنا بطلع المرأة بقول لك شو هالموديل هذا، عرفتي كيف عيوني؟ فهالعلاقة هي اللي بتخلي ابن الأشياء جميلة. فبالتالي أنا متفق مع الأستاذ مغوط في هذا الموضوع، مختلفين بنوعية الكوميديا. هو بريد كوميديا سوداء، وقد يكون معه حق أنه لأنه فعلا الأمور سوداء، لكن أنا بشوف أنه لابد من فسحة الأمل، لأنه ما أضيق العيش لولا فسحة الأملي. من هون يعني صار في شوية خلاف مش بالأصل
بالتكوين الأصلي، إنما بمسار العمل. بالإضافة أنه بموضوع شقاق النعمان وقتها هو كان يعني قال أنه أنا غيرت شوي بمضمون المسرحية، علما يعني الموضوع ما بريش أحكي عنه إلا بوجوده للأستاذ مغوط، لم أغير حرفا واحدا من موضوع المسرحية، لكن باعتبار بعض النقاد هاجموها خافوا واتضايقوا من نوع اللي أوام بيكربش بيعصب هيك. فتضايق هو شوي وقال يا أخي أنا مش عامل هذا العمل، دريد عامله، علما أنه هذا العمل كتبته مع الأستاذ مغوط حرف بحرف ولم أغير ولا حرف، والله على ما أقول شهيد. نشكرك يا أستاذ أريد على إجابتك الصريحة. والأخوان في قاعة المراقبة يقولوا لي أنه السيل من المكالمات تنهال علينا منذ بداية البرنامج. ترحيبا بك يا أستاذ أريد. نستقبل مكالمة أخرى. ألو مساء الخير. ألو. ألو مساء الخير. مساء الخير. تفضل، مين معايا؟ معك حازم. أهلا وسهلا فيك الأستاذ أريد معك. تحياتي أستاذ أريد. هلا يا عيني. الله يخليك. ممكن نسألك سؤال؟ أي. سيد الكريم، تفضل. يعني الفن والسياسة متلازمان، يعني قد لا يبعد الآخر عن الآخر بعدا كبيرا، يعني إلى أين وصل الفن في مناقشة الواقع العربي؟ يعني اللي بدي أقوله إنه إلى أين وصل الفن في محاولاته لرأب الصدع في هذه الفرقة العربية؟ يعني حضرتك هلأ من خلال حديثك انه حكيت على مسألة جواز السفر، انه وقت تروح لبلد عربي بيظل في نوع من عدم الثقة، فإلى اين وصل؟ يعني نريد من الفن ان يرأب هذا الصدع وان ينهي هذه يعني عدم الثقة، ان ينهيها بالمرة. نعم. فبقى دريد لحام، ما هو رأيه بالفن وخصوصا فيما يعرض أو يقدم من أعمال قد تكون أغلبها تجارية؟ أخي الكريم، لأنك أنت حاولت تربط بين الفن والسياسة، اسمح لي أقول أنه أنا ما بشوف أنه الفن بين الفن والسياسة في علاقة أطلاقا، لأنه الفن شيء شفاف، شيء جميل، وردة، موسيقى، لون، سياسي شيء آخر. مثلا الفن شيء إنساني، في بعض الأحيان سياسي لا إنسانية في بعض الأحيان، يعني مثلا ببعض الأحيان تيار سياسي بيظلم تيار سياسي آخر، في بعض الأحيان مثلا ممكن سياسي يجيز سجن مواطن بريء لأنه ضد فكره مثلا. الفن ما بيسمح بهذا الشيء ولا بيقبله، مشان هيك أنا ما بربطش بين الفن والسياسة إطلاقا، وما بحب السياسة أصلا. لكن الأشياء اللي عم نطرحها اللي عم نسميها سياسية الحقيقة مش سياسية، متهمة إنها سياسية، هي أشياء وطنية. يعني عيوني لما بيجي الواحد مواطن عربي ممثل ولا نص ولا أي حدا بيطالب بالوحدة العربية، هذا مش مطلب سياسي، لا، هذا مطلب وطني. والجندي لما بيستشهد على حدود الوطن بيستشهد حبا بالوطن وليس لأسباب سياسية، إذا استشهد لأسباب سياسية بصير مرتزق.